طيب فعرفنا على المنتج ده شو بعد اذن حضرتك. المنتج اسمه AFT صناعه المانيه صنع بس في المانيا, وهي عباره عن نيو تكنولوجي ابجريدد للفوم. في شيء اسمه عندك كاف, الكاف هي اختصار لكمبرست اير فوم سيستم, هي تكنولوجيا ابجريدد عن الفوم العادي. بالاضافه ممكن استخدامها كووتر ميست اللي هي تكنولوجيا المي باستخدام رذاذ الماء. نعم المي العاديه والزي سبريكلر سيستم او الطفايات العاديه, الووتر دروبلت سايز تاعتها بيكون بحدود 5000 مايكرو. نعم. احنا هون كسرنا جزيئات المي وعملناها بافرج 150 مايكرو, 150 و 200. يعني الوان دروب تساوي كم فلوس؟ الوان دروب 150 مايكرو, 150 مايكرو. ولذلك ممكن احنا نستخدمها بالحرائق الكهربائيه, علما بانه بالعاده المي لا تستخدم بتاتا بالحرائق الكهربائيه, ولكن احنا كووتر مست من شركه AFT يمكن استخدام البرودكت تبعنا اجينست الحرائق الكهربائيه حتى 1000 فولت, وهي طبعا الامور كلها سيرتيفايد وعندها سيرتيفيكيت. نعم. ممكن اضافه هو الكونسبت الاساسي, احنا في عندنا تو سلندر, عندنا سلندر اللي هي كومبرس اير سلندر, وفي عندنا سلندر اللي هي الكبيره الايجنت سلندر. من التوب ممكن احنا نضيف الايجنت اللي بدنا اياه. اذا حطينا مي لحالها بعطيني ووتر ميست, اذا ضفنا عليها فوم بتركيز 3% تعطيني اللي هو الكاف سيستم. اللانسينج ديستانس او نحكي المسافه اللي هي بترميها الاكويبمنت تاعنا عن طريق الجن هي لحد 18 متر, 18 متر ولو بريشر, هاي كثير مهمه النقطه. نعم. لانه بشكل عام انا الووتر ميست حتى اوصل لليفل شيء اسمه ووتر ميست, بالعاده كل البراندات وكل الماركات بكونوا بيستخدموا هاي بريشر فوق ال 40 بار. مزبوط. ولكن احنا وركينج بريشر 8.5 بار, مما يعني انه اي شخص بيقدر يستخدمها, مش بحاجه لناس مختصين. طيب بس الووتر ميست نفسه عشان احول الميه الميست لرزاز يعني او ضباب, انا بحتاج ضغط عالي, فايه التكنيك اللي بيديني على 8.5 بار فقط؟ التكنيك هو هون بالجن, هي التكنيك الاساسي عندي هون بالجن. نعم. الجن هون بكون في عندي انا تيوب واحد بكون فيه مربوط مع صوانة الهواء صوانت الهواء, والثانية الايجنت سلندر. جوا الجن هون في عندي ميكسنج شامبر, بس الخلط هون بالشامبر, وفي عندي سبيشال نوزل. عندي النوزل هون في عندي تو مود بتحكم فيه, عندي الجيت مود اذا بنزل هاي بتكون بعطيني جيت مود اللي هي بوصل انا المسافة 18 متر, او بقدر انا اسكرها بصير عندي انا هيك سبراي مود. طبعا الديفولت الستاندرد احنا ما بتكون هي الكتريكال نوزل, فاحنا بنستخدم كود A وبي واف, ولكن اذا العميل طلب انه بده الاكويبمنت تكون تستخدم برضه ضد الحرائق الكهربائيه لحد 1000 فولت. نعم. النوزل اللي هون احنا بنستخدم نعمل ريبليسمنت لهذا النوزل, بنستخدم الكتريكال نوزل. هلا نحكي عن السعات, الباك باك 9 لتر 10 لتر 12 لتر, الموجوده هون عندنا بالفيديو هي 12 لتر. السايزات الاكبر احنا بنروح على اللي هي ترولي, الترولي 50 لتر, عندنا 100 و200 و300 و400 لتر. ممكن نستخدمها زي ما احنا حاليا الدفاع المدني السعودي بيستخدمها بالحج, استخدمها على دراجات خصوصا في منطقه الحرم والمدينه, ومن في عندنا خيام في عندنا نسبه حجاج وكثافه ناس عاليه, فصعب انك انت تجيب سيارات اطفاء حال اي حريق صار عندك, فلهيك استخدموها او ركبوها على دراجات زي هاي الدراجات. طبعا نفس المبدا في كثير دول بتستخدمها, من تركيا ماليزيا الدول اللي فيها ازدحامات مروريه سياره الاطفاء بتكون في صعوبه انها توصل, وخصوصا في وقت الذروه, وقت ساعات الذروه, ساعات الذروه اللي هي اما بتكون الصباح الباكر او عند الوقت الترويح الموظفين اللي تقريبا بشكل عام بتكون بين الساعه 4 مساء والساعه 6 مساء. فاذا صار في عندك اي حاله حريق وخصوصا داخل اي نفق او تنل, فبكون صعب على سيارات الاطفاء الوصول, فلذلك بيطلعوا كاستجابه سريعه اللي هو الدراجات. ممكن الدراجه شو تقدر تشيل كم لتر؟ 50 لتر. 50 لتر
50 لتر، 25 لتر سلندر بتكون على اليمين و25 لتر على اليسار حتى تحافظ على توازن الدراجة. نعم. بعدين احنا بنروح للسايزات الأكبر اللي هي موديلر سكيد يونتس، اللي هي احنا بنركبها على أي سيارات جلف كلاب كار، على سيارات عسكرية، على بيك أب، اللي هي لحديت بتبلش عندنا من 400 لتر لحديت 1000 لتر. تيجي يونت كاملة جاهزة بس احنا بنحطها على أي سيارة. فأنا بصير في عندي سيارة إطفاء حريق موجودة ويمكن استخدامها في أي مكان دون الحاجة إنه أنا والله أتواصل مع شركات مختصة حتى تعمل لي سيارة إطفاء معينة وشصي وكذا وإلى آخره، فبكون تكلفة عالية. وهاي موديلر يونت تتركب على السريع ويمكن استخدامه مباشرة. بالإضافة هاي بكون مثلا معها ووتر تانك، أو بكون معها برضو خط انتك لاين. انتك لاين اللي هو لنفرض عند أي ووتر سورس بقدر أن أسحب منه مباشرة زي وصلت الدفاع المدني. بالضبط زي وصلت الدفاع المدني أو إذا في عندي بركة أو كذا إلى آخره. الحديث نيجاتيف برشر 3 متر، يعني إذا هي أنا هاي السيارة ارتفاعها مثلا عن الأرض لنفرض الانتك لاين ارتفع لنفرض مثلا متر متر وعشرين، لحديت انا بدي انزل لتحت لحديت 3 متر بقدر اسحب مي. بكون انا الهوز طبعا بتورد مع نفس اليونت وبكون محطوط عليه فلتر حتى اذا لما انا اسحب مي من هذا المكان لنفرض بركه او كذا بكون عندي فلتر حتى ما اسحب انا شوعب وادخلها جوا او حصو او كذا الى اخره وحافظ على النظام. هاي كله بالاضافه احنا عندنا كاستمايزيشن تيم وديزاين تيم حسب العميل شو السوليوشن اللي هو بده اياه احنا بنعمله ديزاين ومركب له حسب الكيس الموجود هي عنده. يعني مثلا احنا وردنا للشركات كثير، وردنا للجيش، لسيارات ركبنا على سيارات عسكريه، سيارات عاديه ركبنا على دراجات والى اخره، امثله كثيره. الف شكر لك.